قصة علمية تانية مهمة جدا عملت جدل أخلاقي كبير قوي قوي قوي. ناس اتقسمت ما بين إن إزاي نتدخل في الخلق، وناس قالت لا ده مهم عشان نحمي الخلق. إزاي نقدر نتعامل في الجينوم أو الخريطة الجينية لطفل لسه في رحم أمه. CNN نشرت تقرير عن ادعاء عالم صيني نجاحه في تعديل جينات طفلتين توأم اسمهم لولو ونانا، اتولدوا من اسبوعين تقريبا عشان يخليهم مقاومتين لمرض الايدز. لعب في الجينوم او عدل الخريطة الوراثية عن طريق انه حدد الجين اللي موجود ومسؤول عن الإصابة بمرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة، شالوا فبقى الطفلتين دول يعني محصنتين من الإصابة بمرض الإيدز على حسب ما بيقول الطبيب. التقرير اللي أصلا نشرته CNN وقلب الدنيا قال إن الحكومة الصينية أمرت بالتحقيق الفوري للخبر المزعوم لأول مولودتين محررتين جينيا في العالم. كمان عبر خبراء في جميع أنحاء العالم عن غضبهم لاستخدام التكنولوجيا دي. الناس دي قالت لو أنا قررت في يوم من الأيام أن أنا أعدل الخريطة الجينية لأي حد وخلقت جيل جديد، وأنا آسف أن أنا بستخدم اسم خلقت، عدلت جينيا جيل جديد من البني آدمين المعدلين وراثيا اللي ما بيجي لهمش أمراض، ما بيعيوش، ما بيتعبوش، بيعيشوا، يبقى أنا بوصل الإنسانية. ده رأي ناس خايفين من فكرة إن ما يبقاش فيه موارد كافية، لأن طبيعة الحياة اللي خلقها ربنا عشان حاجة تعيش لازم حاجة تموت. افتكرت رباعية صلاح جاهين؟ عشان حاجات تعيش لازم حاجات تموت. الناحية التانية الناس بتقول لا ده احنا ممكن نستفيد من ده عظيم جدا، لأننا ده ممكن يخلي فيه طفرة في علاج الأمراض المستعصية. على أي حال الصين أمرت بالتحقيق. هل العالم ده نجح بالفعل؟ هل وصلنا لمرحلة إن احنا نقدر نعدل الخريطة الجينية أو الخريطة الوراثية للمواليد وهم لسه في رحم أمهاتهم، أو حتى لما قبل الولادة أو حتى بعد الولادة، إن أنا لما حد يصاب بمرض أقدر أعدل الجين ده؟ بكل تأكيد هو سبق جديد في الطب، وبكل تأكيد هيساعد في العلاج. لكن السؤال الدائم، هل المعضلة الأخلاقية هتفضل موجودة وهتوصل بينا لغاية فين؟ لأن طول الوقت في الطب في يعني هذه النقطة الحرجة جدا، زي ما كان زمان كده في موضوع عندي لأم هاشم، أكيد كلكم أو كلنا قرينا الرواية، واللي ما قراهاش لازم يقراها. زي ما كان قبلها لما ابتدى يبقى في حاجة اسمها طب ودكاترة والناس تقول لا روح لحلاق الصحة. ما بقولش ان ده سبقه هياخد وقته وهيبقى هو الحاجة الطبيعية، لكن لازم نحط عينينا عليه. واتمنى في يوم من الايام نبقى واقفين هنا وبنقول ان في مصر برضو حد عمل حاجة زي دي، زي ما في يوم من الايام قلنا ان السير مجدي يعقوب قدروا في تخليق شكل من اشكال القلوب وحيتم زراعتها لاحد المرضى. العالم اللي بيدعي نجاح التجربة وهو اسمه جيانكوي قال ان الطفلتين اتولدوا بالحمض النووي المعدل عشان يخليهم بيقاوموا فيروس نقص المناعة المكتسبة الـ HIV أو الأيدز. أما المستشفى اللي اتولد فيها الطفلتين فنفت إنها اشتركت في الموضوع، قالت إحنا ملناش دعوة. زي ما إحنا شايفين ورانا جيانكوي بيتكلم وقال كلام عن العملية دي كتير في تصريحات كتيرة. صعب قوي إن حد يطلع عالم زي ده في بلد زي الصين يقول حاجة شبه الكلام اللي إحنا بنقوله ده، لأن ده حدث كبير جدا العالم كله هيتوقف عنده. فبكل تأكيد الراجل ده عمل حاجة. هل الحاجة دي كويسة؟ هل الحاجة دي مش كويسة؟ خطر على الإنسانية ولا هتساعد الإنسانية؟ ده اللي هنشوفه في خلال السنين اللي جايه.